نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء المبارك للمذاكرة في أحاديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام. وفي هذه الليلة نستعرض النصوص إن شاء الله ونختمها. وين الأخ اللي يقرأ؟ طيب. وين وصلنا الحديث؟ نعم. هذا الحديث انتهينا منه. لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر. هذا لفضيلة سمي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث فيه بيان ثلاثة أمور، منها ما يتعلق بالباب وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهنا ذكر العدد ولم يحدد أهو في أوله أم في أوسطه أم في آخره، أهي متصلة أم منفصلة؟ فبما أن اللفظ ورد عام فيبقى العموم على أم. فلو أنه صام أول شهر ونصف الشهر وآخر الشهر فهذا داخل في الفضل، ولو أنه صام الأيام البيض لأدرك فضيلتين، فضيلة ثلاثة أيام وفضيلة الأيام البيض، ولو أنه جعل كل يوم اثنين أيضا لأدرك فضيلة ثلاثة أيام من كل شهر وفضيلة إدراك صيام يوم الاثنين. فاللفظ الذي أتى على عمومه يبقى على عمومه، ومن أراد أن يخصص فلا بد له من دليل مخصص. وركعتي الضحى، ركعتي الضحى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين تنهض الحصار. صلاة الأوابين حين ترمض الحصار. ما معنى قوله الأوابين؟ أي كثيرين التوبة إلى الله عز وجل. الأوبة التوبة، تاب إلى الله، تاب إلى الله. ونحن نخطئ، تقع من هذا الأمر، تطيش أيدينا، تزل ألسنتنا، تزيغ أبصارنا، تسترق آذاننا، نقع في أخطاء. فباب التوبة مفتوح. صلاة الضحى عظيمة، وهي صدقة منك على نفسك. فمن قال سبحان الله صدقة، من قال الحمد لله صدقة، من قال الله أكبر صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وجماع ذلك ركعتين من الضحى تعدل 360 صدقة. بل أتى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل سلامة صدقة. سلامة يعني مفصل، ابن آدم 360 مفصل، تركيبته بما يسمى باللغة الطبية الهيكل العظمي، التقاء مفاصل هذه الأجزاء 360 التقاء مفصل، وهو ما ينفصل بعضه عن بعض وهو متصل ببعضه بعض من خلال هذه العضلات والأعصاب. فالله عز وجل خلق فسوى سبحانه أحكم خلقة الإنسان، أفلا يعرفك من أنظر أنفسك. يعني الإنسان لابد له أن يتأمل في نفسه كيف خلق. ركعتين أقلها، والصحيح لا حد لأكثر الضحى، الصحيح أنه لا حد لأكثر الضحى،
ويبدأ من ارتفاع الشمس قيد ربها، وهي صلاة الأوابين، واحرص عليها فهي أجر عظيم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابن آدم 4 ركعات أول النهار أكفيك أكفيك آخر، وهي نافلة يفعلها. وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، الوتر الناس يختلفون، منهم من يقوم الليل ومنهم من هم يحلم ويحدث نفسه أنه يقوم الليل ولكن ينام. إذا رأيت نفسك أنك ما تستطيع أو كذا مرة جربت نفسك وتروح عليك، لا نام، قال أوتر ثم نام، صل وترك. والوتر أقلها ركعة وتمامها فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. ولا يقدم علينا رمضان وما يسمى بصلاة التراويح، هي صلاة التراويح، هي صلاة الليل، هي قيام الليل، هي نافلة الليل، هي الوتر، هي فأقلها ركعة وأكثرها وأتمها 11 ركعة. وأتى أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. اقرأ. عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. هذا تناول نقل نفسه. نعم، لبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا فيه بيان ما يتعلق بإفراد يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة لا يخص بأي عمل. بعض الناس يخصصه باعتكاف، يعتكفون كل ليلة جمعة، ما في ولي والد ليعتكف يوم الجمعة. صلاة الجمعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء في ساعة استجاب العبد فيها، فيه أشياء وردت. أما أن يخصصه بالصيام أو يجعل له قيام، فهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يصوم يوم الجمعة فلا يصومه، لأنه يوم الجمعة لذاته، إنما يسبقه بيوم أو يتبعه بيوم، إما يصوم يوم الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت. وفي بيان هذا يوم قبله ويوم بعده، خاصة وهذا الحديث الصحيح، بيان لما يتعلق بإفراد يوم السبت أو أن يصام السبت. والحديث ذكرنا فيما مضى بيان أهل العلم لوجه الإعلال فيه. نعم، اللي بعد. عن أبي عبيد مولى أبي أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. هذا تكلمنا عنه بالأمس، اللي هو الصوم المحرم، صوم يوم إيش؟ يوم العيد. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن الصماء وأن يحتبي الرجل بثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرجه البخاري الصوم فقط. هذا في بيان العيدين، وأيضا ذكر هنا الصمة، وأتى في رواية اشتمال إيش؟ اشتمال الصمة. ها، وش معنى هذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصمة. ها، من يجاوب؟ لا الشاهي ما احنا مع الدنيا، يمكن ناخذ كاس الثاني معنا. من يجاوب؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصمة، وفي رواية اشتمال الصمة، واللباس الذي يغطي الجسد ولا يخرج اليد إذا أراد أن يتوضأ فيحصر، ولا بد أن ينزل يده من أسفل حتى، فهي صماء، مثل ما يلبس له شيء مثل هذه العباءة، لكن يديه مالها مخرج. هذه صماء، وحب العرب تقولها شيء أصلا يعني مغلق، غير موجود فيه فتحات، واضحة؟ هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى عن الصلاة الثوب ليش؟ الثوب الواحد،
يعني يلبس قميص من دون إزار، لأن الثوب الواحد يتضح من خلال إيش؟ العورة. وأيضا ماذا قال؟ وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، لأن الوقت وقت إيش؟ وقت كراهة. الوقت وقت كراهة. سبحان الله، جميع أوقات الكراهة تجدها أوقات ذكر، أوقات ذكر ليست خالية من عبادة. تجد وقت النهي غالبا يكون وقت إيش؟ ذكر، أذكار الصباح وأذكار إيش؟ أذكار المساء. فتنهى عن عبادة وتفرغ لعبادة وتدل على عبادة وترغب في عبادة وتجد أن يومك كله يوم إيش؟ عبادة وعمل صالح متصل. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا يوم مطلق، يوم ليس من الأيام التي ولد فيها فضل. مثلا صام يوم 17 وهو بقي من الأربعاء، مثال 17 ليس 17 مجنون، يعني خاصية لا خاصية، يوم الأربعاء لا خاصية لا، لكن تلك الليلة قال أنا سأصوم. فلما أصبح من الصباح صام. هل ننكر عليه؟ وليش تصوم يوما لم يأتي فيه فضل ولم يرد فيه دليل؟ نقول الأصل في صيام النافلة أنها مطلقة، وما أتى فيها تخصيص بفضيلة نال الفضيلة لتخصيصها، وصيامه في ذلك اليوم أمر محمد لا وجه بالإنكار، وهو يوم. فإذا كان يوم قد صام له من الأجر ما يعادل كم؟ ها؟ بعد الله وجه عنا 70 سنة بينه وبين الآن النار تلفح من قرب، ونار جهنم لها أثر، ويجدون حرها من مسافات تعادل سنين. كيف وقد أبعد عنها؟ أبعدنا الله وإياكم ووالدينا ومن له حق علينا من جهنم ونارها وحرها. كان يوم لهذه الفضيلة، وأيضا من يز في سبيل الله فكم له من الأجر عند الله عز وجل في أيام وشهور ونوافل كثيرة وصيام وأعمال صالحة. لا شك أنها خيرات من عظام. فبادر يا عبد الله وإياك أن تكون من المحرومين وتحرم نفسك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروى ليلة القدر في المنام. ها؟ أروى؟ أروى. ها؟ أروى. ضم الراء وراها واو. شو تصير؟ ها؟ أروى ليلة القدر في المنام. في ولا أورى؟ ولا النبي رآها؟ أوريا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. هذا موطن تعليم، فالابن به تعلم. فقبل أن يقرأ الإنسان يتصور اللفظ المقروء ما معناه، حتى يتصور مع قراءة المعنى، فيكون اجتماع الأمرين قراءة ومعنى ما يقرأ، فوجد قراءة تخالف المعنى في السياق يجد إن الخلل يا في قراءته يا في الطباعة يا تحريف في النص، يجد إنه هناك خلل. أين الخلل؟ أما أن تمر عليه بدون أن ينتبه لها فينبه لها، وأحيانا التنبيه لها بالغلط. وهذا كان يمارسه بعضهم، أنه يخطئ متعمدا لينظر من حوله أهو منتبه ولا أو غير منتبه، وتنظر مثل هذه الأمور. وكما قيل المجالس مدارس صبر. أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في فرق بين أروا وأروى. أروى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. فمن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أروى رؤياكم. أرى رؤياكم. أرى رؤياكم. يعني أنا أشوف الرؤياكم تواطأت، يعني اتفقت.
وهنا أوهو يعني كلكم رأوا، وهو جمع رؤية. أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. عن عائشة لا خل ليلة القدر، ليش سميت ليلة القدر؟ هي الليلة اللي قدر الله فيها مقادير الخلق. أنا أسأل ليش سميت ليلة القدر؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سماها ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر كم مرة كررت تسميتها؟ ثلاث. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ليلة تعادل بالفضل 30,000 ليلة. هذا السهم الرابع، هذا هو السهم الرابع. تحرى، ولذلك كان يتحرونها في العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة اعتكف، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، اعتكف أول رمضان 10 أواخر، السنة اللي بعدها اعتكف 20 يوم بعدها، من 10 إلى 20. رمضان متى تولد؟ سنة كم؟ السنة الثانية. كل غيرك خامس. السنة الخامسة. ما شاء الله. بعد حديث بس حديث وذهب. نعم السنة من الهجرة، يعني لما نقول السنة الثانية من الهجرة يعني السنة 15 من إيش؟ من الهجرة. صام النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف في 10، من 1 إلى 10. السنة اللي بعدها اعتكف من 10 إلى 20. فلما أتى السنة اللي بعدها من 10 إلى 20 رأى تلك الليلة أنه يسجد ليلة القدر في ماء وطين، ومطر تلك الليلة فوقف المسجد، وكان يعني قطر خط المسجد وكان من جريد، فسجد في ماء وطين صبيحة 21. فاستمر النبي تلك السنة فاعتكف 20 يوم، واستمر اعتكافه بعد ذلك أنه كان يعتكف العشر ليش؟ الأواخر. واستقرت ليلة القدر، ووقت ليلة القدر ذكر فيه العلم أوقات كثيرة، ذكر ابن حجر في الفتح أكثر من 41 قول فيها، ولكن الصحيح الذي تعرض الأدلة أنها في ليالي الوتر من رمضان، والقوي جدا أنها في ليالي الوتر العشر الأواخر، والصريح أنها تحررها في آخر الوتر من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود كان يقسم أنها ليلة 27، أنها ليلة 27. ولما عظم فضلها وأجرها وقتها حصل فيه هذا الأمر، فحصلت في 10 أيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذه 10 أيام ولا يخرج من المسجد. فنهاره صيام وليله قيام، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة هذا الشهر بفضلها إيمانا واحتسابا، إيمانا أي اعتقادا بممارسة هذه العبادة، واحتسابا للفضل فيها عند الله لا رياء ولا سنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى، يأتي شخص يقول أنا مشغول، والله ليس هناك أكثر شغل ممن الإمام الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأمة نساء وأكثر الأمة أشغال، ومع ذلك كان يعتكف كل سنة. القيام
صلاة في رمضان جماعية وهي نافلة، وهي الصلاة الجماعية التي يجتمع لها الناس، لأن الصلوات منها جهرية ومنها سرية ومنها ليلية ومنها نهارية ومنها فردية ومنها جماعية. من الجماعية ما يجوز صلاتها فردية ويجوز صلاتها جماعية، ومن الصلوات ما لا يصليها إلا جماعة ولا يصليها فردا، ومن الصلوات ما يصليها فردا ولا يصليها جماعة. فما الجواب؟ نعم أجيب. ما الصلاة التي لا يصليها إلا جماعة لا يجوز أن يصليها فردا؟ صلاة الجمعة. طيب ما الصلاة التي لا يصليها جماعة إنما يصليها فردا؟ أحمد أرسل كل الصلاة يا جماعة النفل الاستخارة نافلة، لأنه يصلي ويصلي معه من يصلي، بلغوا صلاة نافلة والذين خلفه صلاتهم. لكن الاستخارة صلاة إيش؟ فرادية. وفي بعض الصلوات يجوز أن يصليها جماعة ويصليها منفردا إذا فاتته الجماعة ويعمم الصلاة. طيب هذه الصلاة تشرع جماعة في رمضان، لكن في غير رمضان لا يجوز. لا نقول لا يجوز، داوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصليها لوحده، وحصل أحيانا أن صلاها معه أحد فلا بأس بذلك، ولكن لا يكون ديموما. أما في رمضان فهو يصليها جماعة، بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عنه: من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما معنى حتى ينصرف؟ حتى يقبل عليهم بوجهه، ينصرفوا إليهم بوجهه. وآتى في البخاري أن من قام خلف الإمام قبل أن يلتفت له فصلاته إيه؟ ناقصة. الإمام إذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثا: اللهم أنت السلام منك السلام كبرت إلى أجل الإكرام، استدار بوجهه. من قام قبل أن يستدير صلاته ناقصة. انتبه، بل الفضل في رمضان حتى ينصرف إمامه، فلا تحرم نفسك. فالمسألة فيها حكم متعلق بخروج النساء احتراما أن لا يلتفت الرجال ويخرجوا منه. فكان النبي يتأخر برهة من الزمن حتى يكون فرصة لانصراف من النساء، فلا يكون اختلاط على المخارج والأبواب. وكان النساء يفرغن من الصلاة ويخرجن من المسجد، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن التي في الأول تتأخر في الخروج، بخلاف صفوف الرجال، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، إن آخرها هم الذين يلتقون باختلاط مع مخرج الذي يخرجون فيه، فيحصل له شيئا من ما قد يقع فيه من محذور. انتبه. فالنصوص الشرعية لما ترد وخيرها لهذه الأمة توجيها المتعلم ليلة القدر في الموازين والحسابات. الشيء يربح نسبة مئوية فيه، ربما تضاعف 100%، ربما تضاعف أكثر، لكن أن تصل ليلة تعادل 30,000 ليلة، هذا الضابط الكريم. ليلة تعادل عمر شايب يا إخوان، 30,000 ليلة كم تعادل؟ 30 سنة. وعلى تعادل عمر شايب ليلة. هذه أمة مرحومة، أعمالها قليلة وأجورها عظيمة، فجعل الله تبارك وتعالى لها من الأجر ما يفوق ما فاتها من العمر الزمني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يزيد قليل وينقص قليل. انتبه، الفضل كثير والعطاء جزيل، ولا تحرم نفسك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر بالوتر من العشر الأواخر. نعم خلاص. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها بالعشر الأواخر، فالتمسوها بكل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا ذكرنا قبل قليل، وقيل أنها كانت تتنقى في الوتر واستقرت في آخر الوتر. هنا ذكر مسائل الاعتكاف، كان يعتكف، والاعتكاف لزوم الشيء والمكتوب فيه في المسجد. ما هو المسجد الذي اعتكف فيه؟ هو الذي تصلى فيه الصلوات للخمس، وقيل هو الجامع حتى لا يخرج منه إلى مسجد آخر. وعلى كل لو لم يتيسر بجوار داره جامع اعتكف في مسجده الذي بجوار داره، وإذا في صلاة الجمعة خرج فيشترط في اعتكافه، هذا لا بأس فيه لوجود من يخدمه قريبا من داره. الاعتكاف عبادة لها طعم متميز يختلف عن كل العبادة. هذا الطعم يجد فيه الإنسان الروحانية والاختلاء والخلوة بقلبه مع ربه عندما يلازم المسجد بالطاعة والذكر. تصيبه راحة وسكون واطمئنان. الموقف في المسجد لا يشعر بلذته إلا من داوم الموقف فيه، والخروج منه يجد الإنسان في نفسه وحجة. ولذلك من السبعة الذين ظل الله في ظله ومن ظل إلا ظل رجل قلبه معلق في المساجد راحة في المسجد. ولذلك سبح المسجد والمؤمن والمسجد والمنافق، وأن المنافق في المسجد كالطائر في القفص، دخل المسجد كأنما هو محبوس، وإذا خرج كأنما انطلق. وشبه المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، ارتياحها فيه، فإن خرجت من الماء اضطربت تريد العودة لسر حياتها وبقائها في هذه الحالة الإيمانية التي يرتقي فيها العبد عندما يختلي مع نفسه وربه، فيبدأ بتأديبها وتعليمها. الذكر يصبح له في نفسه أثر، قراءته للقرآن، صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، محاسبته لنفسه، مراجعته مع نفسه. وانظر لمدة هذه الأيام مع مدة الزمن من السنة، ليست شيء، وقت بسيط في هذه العشرة أيام وهو يعتكفها في المسجد. وأيضا منبه إلى مسائل في الاعتكاف يقع فيها البعض وهو غلط، أن تجعل أماكن الاعتكاف أماكن أنس واجتماع وشاي وقهوة وأحاديث، وبعضهم الآن مع تطور الوسائل العصرية أجهزته معه، كمبيوتره معه، تليفونه، ما كأنه معتكف مع العالم. هذا غلط. المعتكف كان تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة فيدخل فيها بعد الفجر، صلي الفجر ثم يدخل في خيمة. واستأذنه نساء في سنة من السنوات أردنا أن يعتكفن معه، فاستأذنه بعضهم، فلما ضربت الخيمة أتى جميع النساء فضربن الخيام في المسجد يعتكفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الخيام قد نصبت قال: آل بذرة تردنا؟
لان تراه تنافسا في قربه. قال يعني تبي الطاعه تبي الاعتكاف، فالغى اعتكاف تلك السنه ولم يعتكف، واعتكف من اول يوم العيد 10 ايام يقضيها في مدته، والنافله في حق النبي واجبه، فاذا لم يؤديها لابد ان يعيدها ويقضيها. ويجوز ان تعتكف المراه في المسجد اذا امنت من الفتنه، وقيد اذا امنت من الفتنه حتى لا يصيبها ضرر. واما بالنسبه للرجل فلا يخرج من المسجد الا لحاجته، كان لا يكون في المسجد مثلا اماكن للوضوء ويذهب يتوضا، او لا ياتي الطعام ويذهب ياتي بطعام، او اصابه مرض ذهب للعلاج وعاد. واما النساء فلا، ولا تقربوهن وانتم عاكفون مساجد، وهذا يخرم الاعتكاف ويفسد الاعتكاف. والاعتكاف عباده شريفه، لا اقول جربوا بل مارسوا، فهي عباده لها اثر في نفس الانسان اذا لازم المسجد، وان لم تفعلها تفعلها في عمرك، فان النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان ولد الصيام وهو يفعلها وهو اكثر الامه شغلا. قال هنا صرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان رآه، صرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان رآه، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. هنا يقول ثم أنسيتها، تدرون ما سبب نسيانها؟ أسباب الاجتهاد أبدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدثهم بالرؤيا، وإذا برجلين يتلاجون أمام خصام شاجرين. شوفوا الخصومة كيف ترفع الخير والبركة. فأنسيته، يقول رسول الله أنسيته. أنسيته. شوفوا الخصومات والمنازعات وارتفاع الأصوات في بيوت الله وعند المساجد، كيف ذرها؟ تمحق البركة؟ ترفع الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريتها، وكان رجلين يختصمون، فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسيته. ينبغي للانسان ان يرفع نفسه عن هذا، وان حصل شيئا من ذلك فليسامح وليعفو وليترفع عن ان يكون مثل الاخر في خطئه. نعم. واصل. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذا واضح، ذكرناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره على الاعتكاف، وهي من العبادات الشريفة، وهي ليست مخصوصة فقط بالمسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. الحديث الذي ورد في ذلك لأن ميزتها أعظم، وإلا ال هنا عامة مستغرقة لجميع المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فالمساجد هنا مطلقة على عموم المساجد. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لا تدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ماطر. طيب، ما معنى ترجل النبي؟ مشط راسه. كيف تمشط الرجل في بيتها؟ هو ما تدري. لأن الغرفة تقع على باب المسجد، الغرفة تقع على المسجد.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوته ملاصقة في المسجد. تعرفون بارك الله فيكم من الحائط ما تدخل المسجد. فجزء الشيء من الإنسان لا يعتبر كله. فهي تمشط رأسه وهو في المسجد ويدها قالت إني حائض، وأتى أنه قال ليس حيضتك في يدك. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على بيته وهو جدار ما بينه وبين المسجد. ولما مات صلى الله عليه وسلم دفن في وين؟ في بيته. كان مسجده ملاصق بيته. الرسول ما دفن في المسجد تم. هذا الناس يقول هذا مسجد رسول الله، ورسول الله هذا مو بالمسجد. ما دفن في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بنى المسجد، ما بني المسجد على قبره، هو اللي بنى المسجد. انتبهتم؟ هو الذي بنى المسجد. مسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي بنى؟ ولما مات مات دفن في بيته. وبعدها مات ابو بكر ودفن من؟ وين؟ في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بيت عائشه. ولما مات عمر دفن وين؟ في بيت عائشه. ابو بكر وعمر رضي الله عنهم دفنوا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه. مات عمر 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 90 إلى قريب 100 سنة ورسول الله مدفون في وين؟ في بيته بجوار المسجد. فلما حصلت التوسعة في عهد بني أمية أدخلت الغرفة في التوسعة، وأنكر عليه جمع من أهل من التابعين من غير، فتوقف الحد إلى ذلك الأمر. وجميع التوسعات اللي جات لم تأتي من جهة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أتت من الجهات الأخرى. وأكبر توسعة شهادة التاريخ توسعة الملك فهد الله يرحمه ويغفر التي عمت كل المكان، ولكنها من الجهة التي ليست من جهة بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي آتي ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده على قبره، هذا كلام هل يقبل عاقل؟ كيف بنى مسجده على قبره؟ تقبل هو يبني على قبره؟ هل يعلم هذا قبره؟ هل يعلم هذا محل موته؟ لا يعلم. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا بأي أرض تموت. ولكن بعض الناس الله يهديهم لبس عليهم الشيطان ورأوا جواز ذلك، وهذا من الباطل. نعم. قال عن عمر، عن عمر بن الخطاب، وذكر هنا الأسباب التي تسمح للإنسان أن يخرج من اعتكافه الحاجة، وقد ذكرنا هذا شيء من التفصيل. نعم. يعني ما يزور المريض. تقول عائشة أنها تخرج أحيانا وهي معتكفة وتقضي حاجتها وترجع والمريض في البيت، ما تقول له سلامات ولا شلونك. ليه؟ لها ليس هذا وقت لزيادة المريض أو عيادة المريض، إنما هذا قضاء حاجة وتعود إلى معتكفها. واضح ولا مو واضح؟ واضح. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هنا يأتي ما حد الاعتكاف الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر، وهذه العشر رمضان. هل الاعتكاف في غير رمضان عبادة مشروعة؟ بعض العلم يقول لا. ليش عبادة مشروعة؟ المشروع فقط في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في رمضان. فرد عليه بعضهم قال: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال لما قضى العشرة أيام من رمضان التي لم يعتكف، لما حصل من أن رأى نساء قد وضعن الخيام فلم يعتكف. قالوا: بما أنها عشرة أيام إذن لم يرد أقل، فقط هذا الذي ورد، وورد 20، فهل يزيد الإنسان أو يقل؟ يأتينا هذا النص، وهذا النص يكشف إيش المسألة، أنه يجوز للإنسان أن يعتكف. طيب هنا اختلف، هل هو يوم أو ليلة؟ ولذلك يجد بعض أهل العلم يقول: ويجوز الاعتكاف ساعة من النهار، ساعة من النهار.
والذي يظهر الله أعلم أن أقل الاعتكاف يوم، أن أقل الاعتكاف يوم، هذا الذي ورد. وأما الساعة فلم يرد فيها شيء. هذه العبادة انعقدت وبقيت في الذمة من عمر، وقالها قبل أن يسلم. هل من نذر قبل الإسلام يبقى الأمر متعلق بالذمة وإذا أسلم يؤدي؟ لاحظتم؟ مسألة مهمة. كان مباح. إذا كان مباح، شيء مباح. لا لا، عبادة، وهو في حال غير الإسلام. أنه أراد أن يفعل كذا تعبدا. ينظر في هذا الفعل أو هذا القول، هل هو مما هو لوجه الله؟ فإن كان لله فينفذه، وإن كان قبل إيش؟ إسلامه. فإسلامه ما يزيده إلا تأكيد أن ينفذ ما تعلق بذمته في حق من؟ في حق ربه. فهو نذر أن يعتكف في الجاهلية، والاعتكاف في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو بلا ذلك. فبقي الأمر متعلق. نعم. وفي هذا الحديث عدة فوائد، لكن الذي نريد أن نقتبس منها أن حتى وإن كان يوم فالاعتكاف جائز. نعم. عن صبية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته. صفية زوجة رسول الله. نعم. ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. يعني أتت لزيارة له وأرادت أن تنقلب، يعني تذهب، فذهب ليقلبها، يعني يوديها يوصلها لها البيت. وكانت في بيت أسامة، يعني البيت اللي شراه أسامة هذا كان قبل بيت إيش؟ بيت صفية، ليس هو بيت أسامة، لا، الآن أصبح ملكه لمن؟ لأسامة. فالراوي يروي زمن أسامة عما حصل في زمن قبله أسامة، وأن البيت بيت إيش؟ بيت صفية قبل، فذهب ليقلبها في هذا البيت اللي هو الآن فيه أسامة، هو أصلا بيت من؟ بيت صفية. واضحة؟ نعم. فمر الرجلان من الأنصار فلما رأيا، يعني بعضهم أشكل عليه قال: ما علاقتها بأسامة حتى تثبت أسامة؟ انتبهتم؟ ما علم أن الراوي يروي عن زمانه في ذلك البيت الذي كان ملكه لمن؟ لصفية، والآن على أمره إلى من؟ إلى أسامة. واصل. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صبية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعناه أو ذكره بمعناه. هذا الحديث يستفيد من فوائد، يجوز أن المعتكف يزور من أهله أو درامته أو يجيهم عياله أو يجون عياله، مروا عليه كيف الحال شلون تحدثونه وهو في مسجده. حديث يعني خبر البيت، لا ما يكون بين الرجل وأهله، لا، إنما خبر البيت، كيف الحال شلون الأمر شلون طيبين عساكم خير، والله هذا غدا، هذا فطورة جبنا، هذا سحورة وكذا، طيب جيبوا لي، يعني حديث المعتاد. وأيضا فيه جواز الزيارة لكن ليس على إطلاقها. أيضا فيه جواز أن يشيع أهله، وهنا خرج بزوجته وكان في دين، كان في وين؟ في دين، وهذا من غيرته صلى الله عليه وسلم على أهله. فرآه رجلان ومعه امرأة، فعجلوا بالمشي. النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم، ما خاف منهم، خاف عليهم أن يقذف الشيطان في قلوبهم شر، يعني يظنون ظنا سيء سوء. قال: على لسانه شوي شوي، ترى زوجتي على رسلكما، إنها صفية. فقال:
قالوا يعني فيك الشك يا رسول الله، يعني تعاظم الأمر. قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شر الله، في رواية كفرا، يعني الشك والرسول كفر. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد انتبه أن إذا حصل شيء يجعل مدخل للشيطان في ذهن آخر فيك لابد أن تبرئ ساعتك وأن تبين الأمر حتى لا يظن الناس ظنا سيئا، لأن أحيانا تأتي الأمور تركب على شيء يصير صورته في الظاهر كأنه كذا وهو بالحقيقة أمر آخر، فلابد أن تبين. أيضا هنا قال إن الشيطان يجدي من ابن آدم مجرى الدم، لعلكم تذكرون حديث الدعاء في الإفطار، ذهب الظمأ طيب وابتلت العروق، وهنا يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. والشيطان لا يمكن من الصائم، من خلال هذه النصوص وش يتضح لنا؟ أن الصيام له أثر في صبر الشيطان، فلا يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم في الصيام، يعني ضيق عليه ايش؟ مداخل العروق اذا اراد يلبس عليه ولا يبتن عليه. ولذلك ماذا نصح الشباب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وان لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء. اي وقايه ومانع. الشيطان الذي بيزين له ويوشوش له ما له مداخل بمعنى صايم. فلها اثر الصيام، عمل صالح له أثر. نعم. الشاهد أن النبي خرج من بيته وهو معتكف ويجوز فيه ذلك. نعم. هذا آخر ما قاله المؤلف. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالله التوفيق، ويسر الله تبارك وتعالى، وختمنا هذا الكتاب صلى الله وسلم على محمد. وهنا كتب، من ليس عنده فليأخذ منها، ومن عنده وأراد أن يعطي غيره فليأخذ منها، ومن عنده وأعطى غيره ويريد منها فليتفضل. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، والشكر موصول لوزارة الأوقاف لتهيئة مثل هذه البرامج والدورات العلمية، وللإخوة الكرام أيضا الذين سعوا في هذه الأمور، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. شكرا لكم.